النهاردة إن شاء الله هنحل الموديل 9 من كتاب المعاصر. Answer the following questions. Number 1. The sine of the function f where f of x equals 6 minus 2x is positive f. ودينا 4 choices. أول حاجة أنا عندي الفانكشن اللي هي f of x equal 6 minus 2x عشان أعرف positive فين أو negative فين أو equal 0 فين. فأول حاجة بمسك الفانكشن أخليها equal 0 منها إن 6 هتطلع 2x يعني ال x 6 divided 2 equals 3. بعد كده أدي عندي النمبر لاين بتاعي أدي هنا 3 ال value بتاعها هيطلع ب 0 طبعا هنا same as x. طب ال x هنا negative يبقى دون negative وهنا opposite يبقى دون positive هنا positive infinity هنا negative infinity هو عايز أكون positive يبقى هي positive في الجزء دون اللي هي من negative infinity لغاية 3 open وممكن نكتبها بأسلوب تاني اللي هي هتكون ايه less x less than 3. فهنشوف هنا الإجابات A ولا B ولا C. لا هتكون الإجابة letter C. سؤال نمبر 2 in the opposite figure اداني BA parallel to CE هنا دي 6 ودي 4 ودي C 8 و C E equal 16 عايز يجيب الريشيو ال E D over ال B C. ادي عندنا الرسمة هنا اول حاجة عندي ال BA parallel لل CE يبقى therefore ان الانجل دي اللي هي عند ال A قد الانجل ACE alternate angles تمام كده. طبعا هنا واضح ان احنا التو ترانجل دول هيكونوا similar. طب بجيب السيميلر ازاي؟ بمسك الترانجل ده والترانجل ده هنا عندنا انجل وانجل وهنا تو سايد يعني هي تبقى تعتبر تو سايد اند انكلودد انجل ان ذا تو ترانجل. طب بختارهم ازاي بالترتيب؟ اول حاجه ادي الترانجل ده بمسك السايد الصغير اللي هو 6 وبعد كده الانجل وبعد كده السايد الكبير اللي هو 4 و 8 12 والناحيه الثانيه همسك السايد الصغير عندي 8 و 16 يبقى الصغير ال 8 وادي الانجل وادي بعد كده 16 يبقى هنا عندي من الصغير ادي 6 والانجل وبعد كده ال 12 الترانجل التاني عندي ال 8 وادي الانجل وبعد كده 16. عشان نتأكد من السيميلاريتي هنعمل دول ديفايدد بعض اللي هو ده اوفر ده 6 اوفر 8 هتطلع 3 اوفر 4 وهنا دي ديفايدد 4 هتطلع برضو 3 اوفر 4. طبعا لو هكتب البروف هنقول ان احنا عندنا AB over DC equal AC over CE and measure of angle A equal measure of angle ACE يبقى therefore the two triangles are similar. طب نكتب ترتيب ازاي؟ برضه من الصغير للكبير يبقى BAC يبقى كده عندي triangle therefore ان triangle BAC similar للترانجل التاني خدناها برضه من الصغير اللي هو دي سي اي. وكده هنحط الاي سايد ادي البي اي الاي سي السي بي ونفس النظام هنا الدي سي سي اي اي دي. البي اي بكام في المسألة؟ البي اي 6 الدي سي 8. هو عاوز يجيب الريشيو بين مين؟ الاي دي والبي سي ادي ال AD وال BC طبعا دول هيطلعوا برضو 6 over ال 8 لكن انا عايز اجيب مين؟ عايز اجيب ال AD over ال BC هتطلع 8 over 6 اللي هي الريسيبروكال بتاعتها تطلع الاجابه في الاخر 4 over 3 يبقى الاجابه letter A. سؤال نمبر 3 بيقول لي اف كوتان 90 minus ثيتا equal كوتان 2 ثيتا وقال لي الثيتا between 0 و 90 فعايز اجيب ساين 3 ثيتا. طبعا هنا انا عندي كوتان 90 minus ثيتا equal كوتان 2 ثيتا. طبعا ال 90 دي هنا في الفيرست يبقى هتطلع بوزيتيف ال 90 رقم اوت هيغير الكوتان هيخليها تان يبقى انا عندي تان ثيتا equal كوتان 2 ثيتا. ادي تان وكوتان الاثنين زي بعض الاثنين اسمهم كومبلمنتري يبقى الصم بتاعته انجل 90 يبقى ثيتا بلس 2 ثيتا هتطلع 90 يبقى 3 ثيتا تطلع ب 90. كده ممكن اجيب الثيتا بسيرتي بس هو عاوز بالمره ساين 3 ثيتا يعني ساين 3 ثيتا اللي هي ساين 90 والاجابه هتطلع ب 1 اللي هي letter C. سؤال نمبر 4 in opposite figure ال AB parallel لل CD ال AB 2
السي اي 3 الاي دي كله 10، عاوز اجيب اللينس بتاع الاي اي ده بس. تمام كده، يبقى ادي الرسم عندنا، هنا بارلل، هنا 2، هنا 3، وقال لي ان الاي اي كلها من الاول للاخر 10، عايز اجيب الاي اي بس. هي ليها طريقتين، تمام. ممكن اقول دي يعني دي كلها 10، اسمي دي اكس ودي 10 ماينس اكس، او طريقه تانية. اول حاجه ادي البارلل، يبقى انا عندي دون اي اي 2 جنبها الناحيه التانية اي دي، وهنا البي اي، وهنا الاي سي. فانا ممكن بقى عشان انا اجيب ان عندي الدنيا ده كله 10، فانا عايز اجيب دي الاي اي، فممكن اقول ان الاي اي اوفر ده كله الاي دي ايكوال، خدت الاي اي يبقى اخد هنا البي اي اوفر ده كله اللي هو البي سي، وبعد كده اعمل سبستيتيوشن. انا عايز اجيب الاي اي، يبقى الاي اي اوفر الاي دي كله اللي هو 10 ايكوال البي اي 2 اوفر البي سي كله اللي هو كام 5، وكده جبنا الاي اي على طول. هنعمل كروس مالتيبليكيشن 2 باي 10 20 20 ديفايدد 5 يبقى 2 تايم 10 ديفايدد 5 تطلع كام 4 سنتيمتر. تمام. في حد بقى ممكن يحل حل تاني، هيسمي دي ان اكس ودي 10 ماينس اكس، هيمشي كده، يبقى هنا عندنا اكس ايكوال والناحيه الثانيه 10 ماينس اكس، هنا مشيت كده يبقى هنا 2 و3، ويعمل كروس مالتيبليكيشن تبقى 3 اكس ايكوال 20 ماينس 2 اكس، دي تيجي الناحيه الثانيه بالبوزيتيف 2 اكس بلس 3 اكس 5 اكس equals 20، ومنها برضو الـ x 20 divided 5 هتطلع الإجابة 4. سؤال نمبر 5، in opposite figure عاوز أجيب اللينس بتاع الـ BE. طبعا هنا ادانا إن الـ AE exterior bisector للأنجل A، وهنا الـ BD interior bisector للأنجل ABC، وهنا 5، هنا 2، هنا 4، وعايز أجيب اللينس بتاع مين؟ بتاع الـ BE. أدي الرسم هنا عشان تبقى واضحة شوية، الـ BE دون هو اللي مطلوب. وادانا في المسألة ان الـ AB كام؟ equal 3 سنتيمتر. فانا عندي هنا since ان الـ BD bisect angle ABC، يبقى therefore ان البارت over البارت equal السايد over السايد، يبقى انا كده عندي 2 over 4 equal السايد 3 over BC، ومنها اقدر اجيب الـ BC cross multiplication اللي هي 4 multiply 3 divided 2 هتطلع 6 سنتيمتر. يبقى انا اول حاجه جبت السي بي ايكوال 6 سنتيمتر، لسه عاوزين نجيب ده. طب انا عندي هنا مين؟ الاي اي دون اكستيريور باي سيكتور، طبعا اكستيريور دي الانجل هنا، يبقى اكستيريور للسبلمنتر اللي هي الانجل دي. تمام كده، يبقى دي ده التراينجل اللي انا عملت له باي سيكت اللي هو تراينجل اللي هو اي بي سي. يعني معنى الكلام ده ايه؟ ان الاي بي اوفر الاي سي، طبعا هنا ده الباي سيكتور، هشيل الاي احط مكانها اي، تبقى اي بي اوفر اي سي، الاي بي ايكوال 3، الاي سي 2 4 6 ايكوال الاي بي اللي انا عايز اجيبه، هسميه اكس مثلا، اوفر الاي سي اللي هو ده كله، يبقى اكس بلس 6. طبعا هنا ممكن اعمل سمبليفاي، ديفايد 3 في 1 ديفايد 3 في 2 كروس مالتيبليكيشن 2 باي اكس 2 اكس ايكوال x plus 6، ومنها يبقى 2x minus x equal 6، sorry minus x equal 6، يعني ان ال x بس هتطلع equals كام؟ هتطلع 6 سنتيمتر. يبقى الاجابه ده سؤال نمبر 6، بيقول without using calculator find the value of sin 420 cosine 330 plus sin 15 over sin 165 plus 10 square 65 minus cotan 25 10 65. ادي هنا المسألة عندنا، هنا عندنا اول حاجة sin 420، فطبعا دي greater than 360 هعملها minus 360 هتبقى sin 420 minus 360 هتطلع 60. هنا cosine 330 دي موجودة في الفورس، فبخليها 360 minus، طبعا ده minus ده هتبقى minus 30، يعني ممكن اكتبها cosine 360 minus 30، ده كله عشان اخليها اكيوت انجل. هنا عندنا بلس ساين 15 ده اكيوت، طب هنا ساين 165 هي اصلها ساين، طبعا هي في السكند يعني 180، هعملها ماينس الرقم ده يعني ماينس ال 15 بلس 10 سكوير
65 و 10 سكوير 65 ده بالنسبة لي مشكلة، لأن ده وان ايه مش سبيشال أنجل، لا 30 ولا 60 ولا 90 ولا 45، فهسيبه زي ما هو. هنا بقى ماينس كوتين 25 10 65، الاتنين دول برضو بالنسبة لي مشكلة، فأنا عشان أطير ده وان يبقى يفضل أخلي الاتنين دول زي ده، تمام. فهنا 10 65 فأنا هجيب ده وان. طب الكوتين أنا عندي الكوتين هو هو التين، الفرق بينهم كلمة كو. يعني ايه كلمة كو؟ يعني هما الاتنين كومبلمنتري. يبقى دون انا ممكن اخلي دي بدل ما هي كوتان 25 ممكن اكتبها تان 65، تمام كده، لان احنا عندنا الاتنين دول ايه كومبلمنتري. يبقى انا كده عرفت ان انا دي ممكن اعملها تبقى ماينس تان 65 تايم التانية برضو تان 65. ونكمل المسألة، هنا عندنا تبقى ساين 60 زي ما هي، دي هنا في الفورس هتبقى بوزيتيف، وايبي مش هتغير تبقى كوساين 30 بلس هنا عندنا ساين 15 اوفر ساين 180 ماينس 15. فهنا في السكند الساين فيها بوزيتيف وال180 مش هتغير، هتطلع ساين 15. هنا عندنا في بلس 10 سكوير 65 ماينس 10 65 10 65 اللي هي برضو 10 سكوير 65، فالاتنين دول كده طاروا مع بعض، هيبقى عندي ساين 60 اللي هي روت 3 اوفر 2 تايم كوساين 30 برضو روت 3 اوفر 2 بلس الاتنين دول زي بعض هتطلع 1، ودول طاروا، يعني في الاخر الاجابه هتطلع هنا 3 اوفر 4 بلس 1 روت 3 باي روت 3 3 و 2 باي 2 4 وهنا 1 اللي هي 4 اوفر 4، يعني في الاجابة في الاخر هتطلع 7 اوفر 4. السؤال نمبر 7 بيقول لي كوساين 90 ماينس ثيتا تايم كوسيك ثيتا ايكوالز. طبعا كوساين 90 ماينس فده في الفيرست هيطلع بوزيتيف، وال 90 هتغير الكوساين هتخليها ساين ثيتا تايم كوسيك ثيتا. طبعا عندي ان الساين والكوسيك الاثنين ريسيبريكال، واي حاجة تايم الريسيبريكال بتاعتها هتطلع الاجابة 1، تمام. اللي عاوز يتأكد ادي ساين ثيتا والكوسيك اللي هي برضو 1 اوفر ساين ثيتا هيطيروا مع بعض، يبقى الريزلت 1 اللي هي الإجابة اللي طار بي. سؤال نمبر 8 two intersecting circles C at C و E. عندنا two circles intersect as the two points C و E. ال B E touch the large circle at E. ال A F equal 3 ال A F 3 ال A F C 4 ال A C D 5. بيقولي find the length of B E. طالب اللينس بتاع البي اي اللي هو الكورد ده كله، تمام كده. ادي المساله عندنا هنا طالب اللينس بتاع البي اي، فانا هنا عندي دون البي اي دون تانجنت، فهنا عندنا لو ده تانجنت فعندنا التانجنت سكوير اللي هو الاف اي سكوير ايكوال الفور تايم السايد كله اللي هو 9 هتطلع 36، ومنها الاف اي هيطلع روت 36 يطلع ب 6. يبقى انا كده وصلت ان الاف اي ايكوال 6 سنتيمتر. هنا عندي بقى في السيركل دي ادي هنا كورد وادي كورد، فعندنا الجزء ده الاف اي تايم الاف سي ايكوال البي اف تايم الاف اي، تمام كده. فانا عندي هنا 3 تايم الجزء ده اللي هو 4 ايكوال الاف اي تايم ال 6، منها ان الاف اي هتطلع 3 باي 4 12 ديفايدد باي 6 هتطلع 2 سنتيمتر. يبقى انا وصلت ان الجزء دون طلع بكام؟ طلع ب 2، وهو هنا طالب مني في المسألة اجيب مين؟ اجيب البي اي كله. يبقى البي اي ايكوال هنا 2 وهنا 6 هيطلع 8 سنتيمتر اللي هي الاجابة لتر بي. سؤال نمبر 9 if the terminal side of an angle of measure 30 عندنا angle 30 in standard position rotates 3 and a half revolution، يعني نلفت كم مره 3 and a half. طبعا ال 3 روتيشن دي 3 ريفولوشن كامله ملهاش لازمه، يبقى احنا هنا عندنا الايه المهم اللي عندي هاف. هنا قال لي كلوك وايز، يبقى انا هنا عندي كان الرسمه كده، هنا الانجل هنا 30 وهي لفت 3 and a half، هنا قال لي كلوك وايز يعني لفت كده. طبعا ال 3 ملهمش لازمه، يبقى فاضل الهاف. طب الهاف اللي هي بكام؟ الهاف اللي هي ب 180، يبقى انا عندي هنا الانجل ادي 30 وهنزود عليها 180 بس هي كلوك وايز، يعني بلس نيجاتيف 180 هتطلع نيجاتيف 150. طبعا دي بالنيجاتيف هعملها بلس 360 يبقى هنا بلس 360،
تطلع الإجابة في الآخر 210. هو عايزها في which equate؟ طبعا 210 دي فين؟ في الثيرد equate. تمام. واحنا لو عاوزين نتخيلها كده، ادي الانجل هتلف كده 3 اند هاف، 3 ما لهمش لازمه، فاضل الهاف اللي موجوده، فلما تمشي كده كده توصل لغايه هنا، واضح ان هي فعلا طلعت فين؟ طلعت في الصدر كوادرانت. السؤال اللي بعد كده قال لي ذا نمبر اوف انترسكشن بتوين ذا كيرف، عندي الكيرف اللي هو واي ايكوال ساين 3 اكس، قال لي انترسكت الاكس اكسس في الانترفال من 0 ل 2 باي كم مره؟ طبعا في قانون عشان نعرف انترسكشن with x axis، فبقول ان هو 2a plus 1، ده لما تكون فين؟ لما تكون ساين، وساين امتى؟ لما تكون من الزيرو لغايه ال 2 باي، يبقى من الزيرو لغايه 2 باي انترسكت مع الاكس اكسس بقول 2a plus 1. طب الايه ده مين؟ الايه اللي هو الكوفيشنت اوف ذا انجل، اللي هو كوفيشنت اوف اكس او ثيتا، يبقى هتبقى 2 multiply 3 plus 1، والريزلت تطلع كام؟ هتطلع عندي 7 اللي هي لتر دي. سؤال نمبر 11 قال لي A B C inscribe triangle inscribe inside a circle with D midpoint لل B C، draw A D intersect circle at A، prove ان ال B D square equal ال A D time D E، وبعد كده في A B similarity. يبقى انا كده عندي ادي تراينجل ادي سيركل وجواها تراينجل اسمه A B C، وهنا عندي دي midpoint، يعني عندي ده ادي دون تمام كده، وبيقول لي بروف ان ده تايم داون او ده سكوير ايكوال ده تايم داون. الرسمه هي عشان تبقى باينه اكتر. فانا هنا عندي ادي كورد وادي كورد انترسكت ات ذا بوينت دي، يبقى ذيرفور يبقى نقول له سينس ان الاي اي انترسكت مع البي سي ات البوينت دي، طبعا دول انسايد سيركل، يبقى ذيرفور انا عندي ان الدي اي تايم الدي اي equal dB time dC. تمام كده. هو عاوز ال BD square، يعني عايز يخلي الاثنين دول زي بعض. طب ما انا عندي ال A mid point، فانا عندي ال CD equal dB، اقول له sense ان ال CD equal dB، يبقى therefore ان ال BD square equal dA time dE، ودون ال A اللي كان مطلوب الاول dA و dE اللي هي AD و dA. يبقى كده ال first done. نيجي بقى للتاني، بيقول لي بروف ان التراينجل اي بي دي اي بي دي سيميلر للتراينجل سي اي دي، يبقى انا عاوز اعمل التراينجل دوت سي اي دي، هنوصل ليه كده مع التراينجل اللي هو سي اي دي اللي هو ده، يبقى انا عاوز اعمل دوت ودوت يكون الاثنين ايه سيميلر. احنا عندنا ان الانجل سي بي اي والانجل سي اي اي الاثنين انسكرايبد تمام كده، يبقى انا عندي الانجل دي لان درون اون سيم ارك اللي هو سي اي، خدناها في ثالثه اعدادي، يبقى الانجل دي قد الانجل دي تمام، ودي ايكوال دي فيرتيكال اوبز انجل، خلاص يبقى ايه؟ يبقى تو سيميلر، او قول دي برده دي انسكرايبد ودي انسكرايبد، يبقى عندي تو انجل في التراينجل داون، ادي تو انجل في التراينجل ده، هقول له سينس ان دي بي اي ايكوال ميجر في انجل سي اي اي، وبرده الانجل سي ايكوال الانجل اي، يبقى ذيرفور ذا تو تراينجل ار سيميلر، وكده المطلوب التاني تحت. سؤال نمبر 12 قال لي ميجر اوف انجل 1 ايكوال ميجر اوف انجل 2 ايكوال ميجر اوف انجل 3، فهو عاوز يجيب الريشيو دي اي 2 اي اف 2 اف دي. تمام كده. هنا الرسمه هتبقى باينه شويه، اداني الانجل 1 و2 و3 الاثنين الثلاث قد بعض، وعايز اجيب الريشيو الدي اي 2 اي اف 2 اف دي. طبعا احنا هنا ما عندناش اي فكره ان احنا غير ان احنا نعمل التو تراينجل الصغير والكبير خالص سيميلر او سيميلاريتي. تمام كده. فانا هنا عندي 3 انجل قد بعض، فممكن اسمي 3 انجل دي هسميها سيتا طالما قد بعض، ودي برده سيتا، ودي هنا برده سيتا. انا كده ما عملتش حاجه. هنيجي للانجل دي، انا عندي الانجل دي اللي هو بصيت كده للتراينجل، هي الانجل دي اكستيريور للتراينجل دوت لان هي بره التراينجل، واحنا خدنا الاكستيريور ايكوال ذا سام اوف non adjacent interior، يعني دي قد السي والحته دي. تمام كده. يبقى انا عندي الانجل اللي هي الجزء اللي عند الاي قد الجزء اللي عند السي مع السيتا. تمام. طب ما الجزء بتاع السي والسيتا هي السي كلها، يبقى انا كده عندي الانجل اي الكورسبوندنج بتاعها الانجل سي. يبقى انا عملت ايه؟ انا عندي قد تراينجل كده، دي الاكستيريور فاكل الاثنين اللي جوه بلس. تمام. دي بلس دي، طب ما دي قد دي، يبقى دي ودي هيطلعوا الانجل سي كلها. ونيجي نفس الكلام نعمل هنا مثلا عند الانجل دي، هي برضو اكستيريور، طب الانجل دي الجزء اللي عند الاي بلس السيتا،
طب هنا الجزء عند الاي والسيتا هيطلع هو الاي كلها، يبقى انا كده عند الانجل دي كورسبوندنج للانجل اي، وطالما اتنين قد بعض يبقى التالتة قد التالتة على طول. خلاص كده يبقى هنا عندي ادي خدت الاي والدي فاضل الاف، يبقى عندنا ترانجل سي اي فاضل مين؟ فاضل البي. نشوف بقى هو اللي هو طلبه مننا، طالب الدي اي تمام كده. طب فين الدي اي؟ ادي الدي اي اللي هي السي اي، يبقى انا كده عندي السي اي تو الاي اف. طب الاي اف اللي هي مين؟ اللي هي السي بي تو الاف دي اللي هي الاي بي. وبعد كده نجيب السايد من الترانجل السي اي بكام؟ السي اي اللي هي 12 السي بي 11 والاي بي اللي هي 7، يبقى الاجابه هتطلع 12 تو 11 تو 7 اللي هي تبقى اجابه لتر سي اللي هو في الكتاب لتر بي. هنا اي بي سي دي يبقى هو لتر بي. سؤال نمبر 13 بيقول لي ان ذا اوبوزيت فيجر فايند ذا فاليو اوف اكس. تمام كده انا كبرتها عشان بس نشوفها كويس. فانا هنا عندي الانجل اللي جوه اللي هي الاي تي ايكوال الارك بلس الارك اوفر 2 تمام، يبقى على طول 3 اكس و 5 اكس يبقى 8 اكس اوفر 2 8 اكس اوفر 2، او نجيب عادي 2 باي 80 ديفايد 8 تطلع زي ما تطلع. تطلع في الاخر كام؟ الاكس هتطلع 20 اللي هي الاجابه لتر بي. يبقى احنا عملنا ايه؟ الارك بلس الارك اوفر 2 ايكوال ال 80، يبقى ديا 3 اكس و 5 اكس يبقى 8 اكس اوفر 2 ايكوال 80، 2 باي 80 ديفايد 8 هتطلع الاجابه 20. السؤال بعد كده نمبر 14 بيقول لي عندي سيك 3 سيتا، ادي سيك 3 سيتا ايكوال 2، وعايز اجيب الفاليو بتاع الانجل سيتا. بيقول لي 10 ولا 15 ولا 20 ولا 30 تمام كده. طب انا السيك ده هعمل فيه ايه؟ هجيب له الريسبريكال بتاعه. طب الريسبريكال بتاع السيك لما اقلبه هيطلع مين؟ هيطلع كوساين، يبقى انا كده عندي كوساين 3 سيتا، وده برضه هقلبه هيطلع هاف، يبقى جبت الريسبريكال للريسبريكال. طب كوساين كام؟ هاف. طبعا احنا كله بيتكلم على الاكيوت، هنا السؤال بيقول اكيوت، يبقى هنعمل شيفت كوساين هاف اللي هو 60، يبقى 3 سيتا ايكوال 60 ومنها السيتا الواحده 60 ديفايد 3 تطلع كام؟ تطلع 20 اللي هي الاجابه لتر سي. سؤال نمبر 15 بيقول لي ذا انتيريور باي سيكتور اد فيرتكس اوف ترانجل نقط الاكستيريور باي سيكتور. طبعا انا عارف الانتيريور والاكستيريور الاثنين هيكونوا بيربنديكولار، يبقى الاجابه لتر بي. سؤال نمبر 16 بيقول لي لو عندي ال ال اند الام هما الروتس للايكويجن اكس بار 2 ماينس 5 اكس ماينس 6 ايكوال 0، عايز اجيب الفاليو بتاع ال باور 2 ماينس 5 ال بلس 3. طبعا هنا عندي ال ال والام روتس، يعني ممكن اعوض بال ال او الام. طبعا هو هنا مركز على ال، يبقى انا هشيل الاكس احط مكانها سينس ان ال از روت، يبقى زيرفور ان ال ال باور 2 ماينس 5 ال ماينس 6 هيطلع ب 3. هو عايزها تبقى هنا نفس الكلام، بس هنا عايزها تبقى بلس 3، فدي عشان اخليها بلس 3 هعملها هنا بلس 9 وهنا بلس 9، هتبقى هنا ال باور 2 ماينس ال 5 ال بلس 3 ايكوال 0 بلس 9 ايكوال 9، يبقى الاجابه هتطلع لتر سي هي 9. سؤال نمبر 17 بيقول لي تو سيميلار بوليجونز ار كونجرانت اف ذير سكيل فاكتور اوف سيميلاريتي. هو قال هنا كونجرانت، طبعا طالما كونجرانت يبقى السكيل فاكتور هيطلع كام؟ هيطلع ب 1، لكن هاف دي بنعمل مينيمايزنج، ولو مور ذان 1 يبقى بنعمل ايه؟ ماجنيفيكيشن، ولو ليس ذان 1 تبقى برضو minimizing. سؤال نمبر 18 بيقول لي investigate the sign of the function f of x equal negative x square plus 8x minus 15، وبعد كده عاوز اجيب طبعا find in r solution بتاع f x لما تكون greater than 0 لما تكون positive. طب احنا بنعملها ازاي؟ بنمسك ال function اول حاجة نخليها equal 0، يبقى انا عندي negative x square plus 8x minus 15 ايكوال 0، ممكن اخد النيجاتيف كومون هتطلع اكس سكوير ماينس ال 8x بلس ال 15 ايكوال 0. الخطوه اللي بعد كده بعمل فاكتورايز عشان نعرف الزيروز للفانكشن، اكس باور 2 هتبقى اكس واكس، رقمين نعملهم تايم يدينا 15 والبلس 8 اللي هي 3 و5، وهنا الساين از ميدل عشان دي التالت بوزيتيف، يبقى هنا عند الاكس هتطلع ب 3 وهنا الاكس هتطلع ب 5. بعد كده برسم النمبر لاين بتاعي هنا عند الفايف وهنا عند الثري، عند الفايف بزيرو والفاليو عند الثري بزيرو، هنا سيم از اكس وهنا اوبوزيت وهنا سيم. طب هنا اللي هي اكس بار 2 سوري، يعني الكوفيشنت بتاعها هنا من بره نيجاتيف، يبقى ده هيطلع هنا نيجاتيف
وده بوزيتيف وهنا نيجاتيف، تمام كده؟ هنا بوزيتيف انفينيتي وده نيجاتيف انفينيتي. من هنا نقدر نقول ان ال f of x بوزيتيف. امتى بوزيتيف؟ من between 3 وال 5، لان عند ال 3 وال 5 equal 0. يبقى لما نقول ال x belong to the interval open interval 3 and 5، تمام كده؟ طب لو عاوزين ان f of x equal 0، طبعا هي equal 0 لما تكون عند ال 3 وال 5، بس هنا ال 3 وال 5 set بس. واخر حاجة ال f of x تكون negative. طب هتكون negative امتى؟ في كل الارقام دي ما عدا ال 3 وال 5. يبقى اقول له r minus ال 3 وال 5، بس ال 3 وال 5 هخليهم ايه؟ هخليهم closed interval، تمام كده؟ هو هنا بيقول لي بقى، طلب مني في السؤال بعد ما عملنا study للفانكشن امتى تكون positive. طبعا هي امتى تكون positive؟ لما تكون ال x belong to the open interval 3 and. سؤال نمبر 19 بيقول لي the perimeter of triangle ABC is 27 سنتيمتر، draw BD bisect the angle B و intersect the AC at D. ال AD 4 وال CD 5. عاوز اجيب اللينس بتاع ال AB وال BC and BD بسرعة كده عشان ايه؟ ادي الترينجل ABC ال BD bisect the angle B وهنا ده 4 ودي 5. عايز اجيب اللينس بتاع ال BA وال BC وكمان ال BD. اول حاجة عندي سنس ان انا هنا عندي ان ال BD bisect الانجل B، يبقى therefore side over side اللي هو ال BA over side BC equal ال part over ال part اللي هو ال DA over DC equal 4 over 5، تمام كده؟ يبقى كده عرفت ان ال DA ال BA هتطلع 4M، يبقى دي هسميها 4M والتانية مش هتبقى 5 بس، ده ratio، ودي هسميها 5M، تمام كده؟ المطلوب هنا قال لي في المسألة إن البريمتر كله بـ 27، يعني إيه البريمتر؟ يعني أنا عندي إن السايد إن الـ AB بلس الـ BC بلس الـ CA، كل الكلام ده إيكوال كام؟ إيكوال 27. طب أنا عندي الـ AB جبته اللي هو 4M بلس الـ BC 5M بلس الـ CA 5 بلس 4 9، كل الكلام ده بـ 27، يبقى كده دول هيطلعوا 9M، والـ 9 تروح الناحية التانية بالنيجاتيف تطلع 18. منها الام بس تطلع 18 divided 9 تطلع بكام؟ تطلع 2 سنتيمتر. هنيجي بقى هنا دي ان الاي بي 4 ام يبقى 8 سنتيمتر، وهنا تبقى هنا 5 by 2 10 سنتيمتر، تمام كده؟ فاضل انا اجيب اللينس بتاع البي دي، وانا عندي اللينس بتاع البي دي القانون بتاعه، فبنقول ان البي دي ايكوال سكوير روت بي اي تايم البي سي اللي هي الاي تايم ال 10 ماينس ال 4 تايم ال 5، ونعملها بقى بالكالكوليتر تطلع زي ما تطلع. طبعا هنا دي 80 ودي 20، يعني 60 80 minus 20 60 اللي هي 4 باي 15، تطلع في الاخر 2 روت 15 سنتيمتر. سؤال نمبر 20 بيقول لي a x سكوير بلس b x بلس c equal 0، قال لي ال a b and c real numbers، وقال لي ال b سكوير minus 4 ec اللي هو الديسكريمينانت، قال لي not positive. يعني not positive؟ not positive يعني negative or equal 0. يبقى انا هنا عندي حالتين، تمام؟ طب لو هو نيجاتيف معنى كده ان الروتس هيطلعوا ايه؟ كومبلكس اللي هي نون ريل، تمام كده؟ 0 دي هيطلعوا هنا ايه؟ ايكوال، تمام؟ طب هنا الاجابه بيقول لي ايكوال ايكوال، بس لا غلط، نوت ريل، هما نوت ريل بس نوت ريل بس غلط. كونجوجيت وكومبلكس، هي كونجوجيت وكومبلكس دي تنفع دي بقى، لان هنا كومبلكس يعني less than 0، هنا كونجوجيت. طب يعني ايه كونجوجيت؟ انا عارف لو هي 2 ماينس 3i الكونجوجيت بتاعها هيطلع 2 بلس 3i، تمام كده؟ طب هنا مش ايكوال. طب لو قلنا 5 بلس i تايم 0 الكونجوجيت بتاعها هيطلع 5 ماينس i تايم 0، طبعا i باي 0 اللي هو 0 تطلع 5 و 5، يعني هنا طلعوا برضو ايه؟ طلعوا ايكوال، يعني الكونجوجيت ممكن يكونوا ايكوال، يعني الريل ايكوال دول كونجوجيت. يبقى كده عندنا الاجابه هتطلع لتر سي اللي هي كونجوجيت كومبلكس. سؤال 21 بيقول لي ان اوبزيت فيجر اف اوف اكس ايكوال اي اكس سكوير بلس بي اكس بلس سي، وقال لي عايز اجيب من بي بلس سي اوفر اي، تمام؟ هنا انا عندي الرسمه هنا، دول الروت اللي عندنا، الروت اللي هم كام وكام اللي هي 2 5، يبقى انا عندي التو روتس اللي عندنا اللي هي ال والام 2 5، اقدر اجيب السم بتاعهم، فانا عندي السم بتاعهم اللي هي ال بلس ام ايكوال 7، وهنا عندي السم اللي هو نيجاتيف كوفيشنت اوف اكس
over coefficient of x squared يبقى negative b over a ب 7 ونجيب برضو البرودكت بتاعهم اللي هي 2 by 5 10 وهنا البرودكت اللي هو c over a تمام كده. هو هنا طالب مني ايه في المسألة؟ طالب ان انا اجيب b plus c over a. فدي هعملها ازاي؟ دي ممكن افكها اخليها b over a plus c over a. انا كده ما عملتش حاجة. طب ال b over a بكام؟ انا عندي هنا ال 7 equal negative b over a يعني ال b over a هتطلع negative 7 يبقى دون اشيله احط مكانه negative 7 وال c over a اللي هو 10 يبقى 10 minus 7 اللي هي equals 3 اللي هي الاجابة letter a. سؤال 22 قال لي ال AC 3 سنتيمتر ال CE 9 وعايز اجيب اللينس بتاع ال AB. فانا طبعا انا عندي ال AB ده 1 tangent. انا ممكن اقول ان ال AB square equal AD time ال AF و equal ال AC time ال AE اللي هو كأنه الباور بتاع ال A. يبقى انا كده عندي tangent square اللي هو ال AB square. طبعا انا عندي اللي فيها ال given اللي هي ال AC time ال AE يعني equal 3 time ال AE 3 plus 9 هتدينا 12 منها ان ال AB square equal 36 يعني ال AE هتطلع square ال AB هتطلع square لل 36 اللي هتطلع 6 سنتيمتر letter D. سؤال نمبر 23 بيقول لي assemble the form of the imaginary number i power negative 18 تمام كده. فدي اعملها ازاي؟ طبعا ده الباور نيجاتيف هنقعد نزود 4 هنشوف اقرب حاجه ليه في تيبل الفور اللي هو 16 بس بنيجاتيف انا هزود زياده يبقى كاننا عملت دون اي باور 18 هعمله تايم اي طبعا هي نيجاتيف باور 20 طبعا اي باور 20 دون باور مفيش مشكله هتطلع اي باور ده هيبقى باور 2 الاي سكوير اللي هي بكام؟ بنيجاتيف 1 تمام كده. في حل تاني ممكن واحد يقول لي خليها 1 اوفر اي باور بوزيتيف 18 تبقى 1 اوفر اي هنا ال 18 ديت هنقعد نقص منها 16 يبقى اي باور 2 يعني كانها 1 اوفر نيجاتيف 1 هتطلع برضه بنيجاتيف 1. اي طريقه تحل بيها المهم الحل يطلع صح. سؤال 24 بيقول ان اوبزيت فيجر ال اي دي بارلل للبي سي دي اي بارلل بي سي والاريا بتاعت الاي بي سي اي بي سي اي بي سي ايكوال 9 سنتيمتر سكوير عاوز اجيب الاريا بتاعت الاي دي اي اللي هو الترينجل اللي فوق طبعا والبيانات موجوده على الرسم. ادي هنا عندنا ده وان الترينجل بتاعنا دول بارلل هنا ده الريش وهنا 2 و 4 او هنا السايد 2 هنا 4 والاريا بتاعت اي بي سي 9 اي بي سي دي 9 سنتيمتر سكوير وطلب مني اجيب الاريا بتاعت الاي دي اي اللي هو الترينجل اللي فوق تمام كده. انا هنا اول حاجه عندي في المساله عندي التراينجل اي بي سي وتراينجل اي بي اي الاثنين عندهم سيم فيرتكس تمام كده. طالما تو تراينجل عندهم سيم فيرتكس يبقى الاريا بتاعت الفيرست تو الاريا بتاعت السكند هي الاريا بتاعت البيس. يبقى هنا عندي ان التراينجل دون والتراينجل ده عندهم كومن بيس يبقى الريشيو بين الاريا تو اريا از ريشيو بين الايه البيس تو بيس تمام. طبعا هنا عندي الاريا دي ب 9 يبقى الاريا دي كلها هتطلع بكام؟ 9 باي 2 18. يبقى هنا عند الاريا دي اوفر الاريا دي يبقى هنسمي دي مثلا الاريا الاولانيه بي سي اي اوفر الاريا الثانيه بي اي اي ايكوال البي سي اي موجوده بكام؟ ب 9 اوفر الاريا اللي انا عايز اجيبها اللي هي البي اي اي عباره عن الريشيو البيس للبيس يبقى 2 اوفر 4. هنعمل كروس مالتيبليكيشن يبقى الاريا اوف بي اي اي ده تايم ده 36 ديفايدد 2 تطلع بكام؟ 18. يبقى انا جبت الاريا دي كلها طلعت بكام؟ طلعت 18 سنتيمتر سكوير. لسه ما جبناش برضو اللي احنا عايزين نجيبه. احنا عندنا هنا في المساله ان دون وده بارلل تمام. طالما الاي دي بارلل للسي بي يبقى الاي اي اوفر الاي الاي سي هو الاي دي اوفر الدي بي تمام. يبقى هنا عندي ده اوفر ده هو 4 اوفر 2 يبقى انا كده عندي ال AD over DB 4 over 2 4 over 2 اللي هو كام لكام؟ هتطلع 2 لإيه 1 دي ريشيو تمام. هنيجي بقى في التراينجل اللي هنا اللي هو AEB. هنا عندي فيه 2 تراينجل التراينجل AED والتراينجل التاني BED وعندي ال E common vertex يبقى نفس الكلام. يبقى هنا الريشيو بين الاريا تو الاريا يبقى البيس للبيس تمام كده. فاحنا هنسمي دي مثلا 2X يبقى الاريا دي هتطلع كام؟ هتطلع X. يبقى تاني عندي هنا تراينجل على اللي فوق دون والتراينجل اللي تحت
عندهم common vertex. يبقى هنا الريشيو بين التو تراينجل ارياز عبارة عن الريشيو بين البيس للبيس. دي هنسميها 2x ودي هنسميها ايه x. طب هي كلها كام x؟ 3x. طب equal كام؟ equal 18. يبقى انا كده عندي ان 3x equal 18 منها الاكس الواحدة هتطلع 18 divided 3 يبقى 6 سنتيمتر سكويرد. انا عايز اجيب مين؟ عايز اجيب الاريا اللي فوق اللي هي 2x، يبقى 2 by 6 هتطلع الاجابة كام؟ 12 سنتيمتر سكوير. سؤال 25 بيقول لي عندي x equal 2 plus 3i والy equal 3 plus i over i. عايز اجيب الفاليو بتاع x بار 2 plus xy plus الy سكوير. فانا اول حاجة الاكس عندي هنا نسمي للصفر، نمسك الy يبقى الy عبارة عن 3 plus الi over الi. هنعمل تايم الكونجوجيت بتاع الدينومينيتور اللي هو نيجاتيف i، يبقى نيجاتيف i over نيجاتيف i. ممكن اعمل تايم i over i مش تفرق يعني. فهنا 3 تايم نيجاتيف i يبقى نيجاتيف 3i، i مع نيجاتيف i يبقى نيجاتيف i سكوير over هنا برضو نيجاتيف i سكوير. اللي فوق هتطلع نيجاتيف 3، دي نيجاتيف i سكوير اللي هي طبعا هنا i بلس ال 1، وهنا i سكوير اللي هي بال 1. يعني ال y في الاخر طلعت كام؟ نيجاتيف 3i بلس ال 1. تمام. وادانا في المسألة x equal 2 plus 3i. هو عاوز بقى يجيب الفاليو بتاعت x square plus 2xy plus y square. طبعا دي اصلها اللي هي x plus y whole power 2. تمام كده. اللي مش عارف كده ممكن يعملها فاكتورايز، طبعا المفروض نبقى حافظينها احنا في اولى ثانوي يعني. اللي مش عارف هيعمل هنا 2 براكت كده، هتبقى x و x والواي سكوير واي واي، ودي ان الاثنين زي اللي في النص، هتبقى اكس بلس واي واكس بلس واي اللي هي اكس بلس واي باور 2. هنشيل الاكس هنحط هنا 2 بلس 3 اي بلس الواي اللي هي نيجاتيف 3 اي بلس سوري هنا دي 1. كل الكلام ده باور 2، دي هتطير معاديا، هتبقى 2 بلس 1 3 يبقى 3 باور 2 اللي هي في الاخر ايكوال كام؟ ايكوال 9. سؤال 26 بيقول لي if the measure of an inscribed angle is 60 degrees، يبقى دي عندي الانجل 60 degrees subtended by arc of length 4 باي. يبقى انا عندي اللينس بتاع الارك 4 باي، وعندي هنا الانجل طبعا هنا بالدجري 60 degrees. هو بيقول لي عايز اجيب السيركونفرنس، طبعا انا عارف ان السيركونفرنس اللي هو 2 باي ار. تمام كده. اول حاجه هنحول لديا، طبعا انا عندي الراديوس عباره عن ال of سيتا راد، يبقى نجيب السيتا راد وحدها الاول اللي هي عندنا 6 degrees اللي هي 60 تايم باي اوفر 180 اللي هتطلع باي اوفر 3. تمام كده. المفروض نبقى حافظينها يعني. يبقى نجيب الراديوس ال اللي هو 4 باي ديفايدد باي اوفر 3 يعني تايم 3 اوفر الباي. الباي هتطير مع الباي، يبقى الراديوس طلع بكام؟ طلع ب 12. بنعمل سبستيتيوشن هنا، يبقى السيركونفرنس عبارة عن 2 باي تايم الراديوس اللي هو 12، تطلع في الاخر كام؟ 24 باي اللي هي الاجابة لتر A. السؤال اللي بعد كده 27 بيقول ان اوبزيت فيجر فايند اي اف بلس اي ام، وطبعا هنا الجيفن كلها موجودين في الرسم. ادي الرسم اهي، ادي عندي دون ده وده وده بارل اي سي بارل اف اي بارل دي بي، ودون كده ترانسفيرسال وده ترانسفيرسال. فبتدي ترانسفيرسال دون، عايز اجيب ال AM وال MF واعملهم هما الاتنين بلس الترانسفيرسال ده. يبقى انا كده عندي ال AM وهنا ال ME اللي هو 2 وكده اللي هو 6 اوفر، نبتدي بقى من ال C 7.5، وهنا ال FM مش موجود وده ال 9. كده اقدر اجيب ال FM 2 باي 9 18 ديفايدد 6 تطلع ب 3، ونفس النظام اجيب ال AM هنعمل 6 تايم 7.5 دي خليها كده هتبقى 15 اوفر 3 تطلع 5. يبقى التانية طلع ب 5، واحدة طلع ب 3 والتانية ب 5، نعمل لهم بلس تطلع الإجابة 8 سنتيمتر. مسألة 28 بيقول لي AB common tangent to the two circles at B، فبيقول لي الـ AB square equal. طبعا أنا عندي الـ AB square اللي هو الـ power of A، فده عبارة عن إيه عشان إيه يعني بس كنت الصورة باينة. فهنا عندي ال AB square عبارة عن البارت اللي بره اللي هو ال AC تايم ال AF كله، وفي نفس الوقت
equal بالنسبة للسمول سيركل ال AD تايم ال AE. تمام كده. هنشوف بقى هو ايه عايز ايه. طبعا ده كله equal AB سكوير. المسألة هنا بيقول لي AC تايم CD AC تايم CD. طبعا ده الغلط. اللي بعد كده بيقول لي ال AD تايم ال AE. كده دون. تمام. هنا AD و DF يبقى هي مفيش غير الإجابة لتر B. سؤال 29 بيقول لي the sample form of the expression 10 360 minus theta plus cotan 270 minus theta is. طبعا هنا 10 360 minus يبقى ده في الفورس, ال 10 في نيجاتيف و 360 رقم even هتنزل 10 theta زي ما هي. cotan 270 ده السيرد, الكوتان فيها بوزيتيف. تمام كده. وده قد هيغيرها هيخليها تان سيتا يبقى تان سيتا ماينس تان سيتا يبقى الإجابة إيكوال زيرو اللي هي لتر A. سؤال 30 بيقول لي لو التو روتس أوف ذا إيكويجن 4x سكوير ماينس 12x بلس ام ار إيكوال زين ذا فاليو كام. طبعا الروتس إيكوال يعني الديسكريمينانت إيكوال زيرو, يعني البي سكوير ماينس ال 4ac إيكوال زيرو. طب البي اللي هو نيجاتيف 12 يبقى نيجاتيف 12 سكوير اللي هي 144 ماينس ال 4 تايم ال A اللي هي ال 4 تايم ال C اللي هي ال M. كل الكلام ده بزيرو, حليناها كتير المسألة دي. يبقى كده 144 4 باي 4 16 تروح الناحية التانية بوزيتيف 16 M ومنها ال M هتطلع 144 ديفايد 16 ايكوال 9 اللي هي الإجابة لتر C. سؤال 31 بيقول لي the sign of the function f of x equal negative 2x is positive in the interval. تمام كده. فانا بمسك الفانكشن نخليها equal 0 يعني negative 2x equal 0 ومنها ال x هتطلع ب 0. ادي هنا عندي number line عندي 0 ال value برضه هيطلع ب 0. هنا same as x يبقى هنا ده negative وده هنا positive. هو عايزها تكون positive يبقى هي positive من negative infinity لغاية ال 0, من negative infinity لغاية ال 0 اللي هي الإجابة لتر دي. تمام كده. طبعا لو واحد ايه مش فاهم برضو يعني المفروض نبقى فاهمين حاجه زي كده ممكن ايه يجرب الارقام. تمام كده. هي عايزها تكون بوزيتيف يشوف مين اللي هتبقى بوزيتيف على طول هتطلع نيجاتيف انفينيتي تو زيرو اوبن انترنال. سؤال 32 بيقول لي ذا ميجر بتوين ذا انجل او ذا ميجر اوف ذا انجل بتوين انتيريور اند اكستيريور باي سيكتورز اوف ان انجل at any vertex in triangle. فهو بيقول لي هنا لو عندي هنا الميجر بتاع الانتيريور والاكستيريور حلينا في الامتحان ده هتطلع طبعا ب 90 اللي هي تعتبر باي اوفر 2. تمام كده. اللي هي بنعملها تايم باي اوفر 180 هتطلع باي اوفر 2. نيجي بقى اخر مساله معانا هنا في الاجزاء في الموديل. قال لي هنا ان ذا اوبوزيت فيجر عايز اجيب الفاليو بتاعه الاكس. تمام كده. هنا عندي المساله اهي نفس المساله اللي رسمنا هنا دي 2 وده 1 4 وعايز اجيب الاكس ودانا الاتنين دول بارلل. حتى لو ما ادانيش بارلل يبقى هي هنعرف نجيب ان هما الترينجل الصغير والترينجل الكبير سيميلر لان دانا الانجل دين قد الانجل دي. يعني هو مديني كده اي حاجه زياده يعني هو المفروض يا اما يدينا دي يا اما يدينا دي. ادانا الاتنين مش هتفرق طبعا. فهنا عندي الترينجل الصغير دون سيميلر للترينجل الكبير. طب الترينجل الصغير ادي فيه سايد وادي سايد هناخد برضو اوفر من الترينجل الكبير سايد وسايد. هنا خلي بالكوا لما يدينا البيس والبيس يبقى اخد هنا البارت اوفر الاي التوتال. يبقى انا هنا عندي الجزء ده اللي هو 2 اوفر ده كله اللي هو 6 ايكوال 3 اوفر الاكس بلس 2. هنعمل ده 1 سمبليفاي اللي هو 1 اوفر 3 كروس ملتيبيكيشن يبقى 9 ايكوال اكس بلس 2 منها الاكس هتطلع 9 ماينس 2 ايكوال 7 يبقى الاجابه لتر سي. كده خلصنا موديل 9 وان شاء الله نخش على موديل 10. لو عجبك الفيديو اعمل سبسكرايب.